السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ لاباس عليكم. امين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم انا غادي نجلس نبارك لكم رمضان، بارك واشركم كاملين، ونتمنى هذا الشهر ديال رمضان يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر، واللي تتمنى شي حاجه في خاطر الله يعطيها ليه. وهادشي اللي كاين البنات. بونجورنو ا توتي. اوجي مي سون فيستيتا كوزي باركه. اوجي انيسياتو رمضان الميزي دي جونو بر المسلماني. كما سي ديتشي ميزي دي mesi sacro per noi musulmani. Allora per quello mi sono vestita così, che qualcuno dice perché è vestita così, perché non mi vesto sempre così. Oggi voglio salutare tutti quelli che mi seguono, è vestita così, tutti le mie, quelli che mi seguono sul mio canale. Clicco al bnet Whitenberg, clicco Rodin. ولبست بحال هكا هادشي كاع بلدي على حساب هاد الشهر الكريم ديال سيدنا رمضان. ونتمنى يعجبكم الفيديو. وقلت غادي نلبس هاد شتي نسميو حنا دراعية ولا قميص ولا كله، وشتي نسميها كلتي نسميها العباية كله وكتي نسميها. ودرت الزيف مع اليوم بدينا صمنا رمضان وصليت شي ركعات يا ربي تقبل، شي ركعات ماشي ركعات، شي ركعات يا ربي تقبل ليا ويقبل كاع الجميع اللي قاعد تيصليو تيتقربوا من الله. عرفتي عرفتي البنات كاين شي احساس تتحسي بيه ملي تتلبسي بحال هكا شي حاجه طويله، تتلبسي داكشي زعما البلدي وتكون واحد يصلي تتحسي بواحد الراحة. سبحان الله حسيت بواحد الراحة، ريحت جمعت شقايا وكلشي وراكم عارفين. وقلت غادي نريحو شوية نرتاح ونسلم على البنات كاملين. ولبست البلغة البنات، كلشي على البلغة. هيا البلايغات، هيا هيا البلغة ما عدتها علاقة بهادي هي البلايغة اللي عندي أنا جايبها من الله. كانت جات تلقى واحد المغربية الله يذكرها بالخير، مشات للمغرب وهي تجيب عليا. وهادي هادي جايبها لقى الوالدة من العمرة الله يخليها ليا. واللي عندو شي والدين باقي ليه الله يخليهم لي، واللي ميتين الله يرحمهم ويوسع عليهم. هادي جايبها لقى الوالدة من العمرة بحال هكا دايره من هنايا، زوينه تا لبسها تنحس بواحد الراحه، وخاصة بنتها في واحد الريحه في شي شكل سبحان الله، بحال الريحه البنات ديال العود اللي تتكون في القران وتتكون في الصلايات بحال هكا خاصة بنتها. واخا سبحان الله داكشي بحال هكا دايره من هنايا من هاد العنق بحال هكا. وهابطه على داكشي زعما ماشي داكشي عادي عادي، ولكن انا تعجبني ملي تندير تلبس بحال هكا تنصلي بيها. ما هي اللي عندي طويله، كاين هذاك الشيء القرطيط وهذه اللي طويله تنصلي بيها. وعاجباني اختي، عاجبني راسي اليوم اللي لبست بحال هكا. شي وحده تقول يا ديري الزيف ديما، الله اللي ما تديرش الزيف الله يهديها والله يهديني تانا والله يهدي كاع البنات اللي ما تيديروش زعما الزيوفه. هاد الحقيقة البنات دابا ديال الحقيقة ديال الوجوه ديالنا. الا جيتي تبقاي تشوفي بزاف راه الحقيقة هي الحقيقة. اش كان تيقول هذاك سميتو تيقول الحقيقة في الدقيقة، تلفت على سميتو بحال هكا ديال الحقيقة ديالنا. ما دايره لا ماكياج لا كحل لا والو، زعما دايره الكريمه ديال
كريمه مرطبه زعما ديال الوجه اللي تندير ديما، هذه هي الحقيقه. الواحد يبقى قال لك الله يذوبنا في صباغتنا، راه هي دي دابا هي الصباغه ديالنا حنا. كاين لا ماكياج اللي تبدل لك الوجه، لا والو، هذه هي حقيقه. كاين لا ماكياج لا والو. جبني راسي البنات، بقى عزه عليكم يديا، صلعيتي حطيتها حدايا دابا الحديده دابا من هنايا حتى راجع هنا ديال بلاصتها. وهذا الشيء اللي كاين البنات، الله يقبل لينا وصافي، والله يغفر لينا والله يسمح لينا وصافي. هذا الشهر ديال شهر الغفران زعما، شهر رمضان شهر زوين، شهر مختلف على الشهور الاخرين وصافي. سبحان الله. شو دابا بنادم، دابا نخرج لكم من الموضوع ديال هذا الشيء. ملي يبغي يدخل هذا الشهر تيبقى بنادم يشقى، لي عندها شي مويعنا تغسل لهم غادي رمضان، ويصاوبوا في الحلوى، وكاين اللي تيصاوب في السفوف، وبساكن بنادم تيعيب في هذا الشيء، ولكن الله يقدر ليها ربي تغفر لينا. وصافي هذا الشيء اللي كاين البنات. شي وحده تقول لي جيتي تتهضري تتوري لنا زعما مالك تجي امام ولا فقيه ولا، انا اللي قلتها اللي عرفتها قلتها وصافي، ماشي بشي دخلت في شي موضوع اللي ماشي بكذاك. مع رمضان راه كاع بنادم تيعرفو الصيام، كاع بنادم تيعرفو الصلاة، كاع بنادم تيعرفها، اللي ما بغاش الله يهدينا وصافي. هذا الشيء اللي كاين، نقولو تتشوفي تتقنعي وتتقولي الله يهدينا، الله يهدي ما خلق وصافي. هادشي اللي كاين البنات. بغيت نبارك لكم شهر رمضان، حيت شحال هذا ما لحتى فيديو مع الظروف وصافي. ملي تكون واحد عندو شي ظروف ولا تيكون مريض، ما عندوش واحد الاحساس باش يبقى يهضر معاكم قدام الكاميرا، وزعما ما باغيش زعما، تيكونش مرتاح، تيكون عيان زعما ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين، ما قيد درت فيديو، ودابا من القدام الحمد لله ندير لكم فيديو بهذاك الشيء محترم وصافي. وهادشي اللي كاين البنات، بغيت نطلع لكم نقول فاتحه، ما عرفت فين غبرت، ما بقات طلت والو، ما بقاوش غادي للكوزينه في الطياب، وواحدين ديما في الكوزينه. احنا دابا جايه ايام الكوزينه عماده وصافي البنات، وقعدوا تهلاو ليا في راسكم، والله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة وطول العمر، واللي تتمنى شي حاجة الله يعطيها ليها ربي امين. يلا البنات تهلاو ليا في راسكم وبالسلامة عليكم، باي باي، تشاو توتي، تشاو.